حاليا راهي نيه الترشح، رانا في نيه الترشح بعد دفتر الشروط حنا ندفع الملف. التايمينغ راهو عندكم في قبل 16 ديسمبر ان شاء الله. لا شي الوحيده، لا كاين كاين انا كاين المعلومات اللي عندي كاين 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 بلدان اخرين. وكشف سفيزنف ان ملعب براقي بالعاصمه بات جاهزا، لكن ارضيه الميدان تحتاج مزيدا من الوقت. راهي جاهزه 100%، لكن من ناحيه لابيلوز يعني ما زالت لازم لها شويه وقت. كما تعرفون العشب هو ماده بيولوجيه بحته تخضع الى بروتوكول جد صارم. على بالك في الشان الملعب راح يخضع الى تكثيف في المباريات، وبالتالي لازم يكون بيان كونسوليدي ولي راسين يكونوا بيان اونكري